وفي أول تجربة مسرحية ليها شاركت الفنانة رنا سماحة في العرض المسرحي الجديد كوميديا البؤساء، وهو العرض المأخوذ عن نص فيكتور هوجو الفرنسي. كان العرض شاهد أيضا اعتذار عدد من الفنانين لانشغالهم زي طارق صبري ورحاب الجمل. دخولها عالم المسرح من أوسع أبوابه خلانا نعرف أن رنا سماحة فعلا فنانة شاملة. ده كان حلم من أحلامي الحقيقة، أن أنا أعمل حاجة فيها غنى وفيها استعراض وفيها تمثيل. تجربتها في كوميديا البؤساء أكيد هتضيف ليها حاجة جديدة. سعيدة جدا طبعا أن أنا بعمل مسرح، لأن أنا بحب المسرح جدا. أما عن شخصيتها في المسرح، دوري شري، شري مطربة الظروف عندها وحشة شوية، بيقابلها بقى جون فالجون اللي هو بقى بصيص الأمل في الحياة، بتحبه وبيحصل بعد كده أحداث وبتتغير الدنيا. وكان عندها مفاجآت كتير عن أغانيها في العرض. العرض كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد الصاوي وتوزيع حازم السعيد، عاملين أغاني حلوة قوي، عاملين دويتو هيات، عاملين أغاني جماعية وعاملين أغاني فردية كمان، تسمعها في العرض إن شاء الله. لكن إيه الرسالة من إعادة عرض البؤساء في عمل مسرحي؟ إحنا طبعاً في العرض ده مركزين على الجزء الحلو اللي هو كان في النص الأصلي، فيما يخص بقى فترة الغنى اللي هو مر بيها بطل الرواية. المسج اللي إحنا عايزين نوصلها للناس من خلال العرض ده هي الطاقة الإيجابية. وبيشارك في العرض الممثل المسرحي محمود عزت بدور مختلف. ما تقدرش تصنفه على إنه كوميدي، ما تقدرش تصنفه على إنه تراجيدي، ما تقدرش تصنفه لأنه فيلن وشرير، وفي كل الحاجات دي. الصوت ده جاي من شقة أمجد بنادول اللي ساكن فوق الصيدلية التعبانة. مؤلفة العرض هي مروة بدران، وكشفت لنا عن حكايتها مع نص البؤساء. أنا كنت بدرس فرنساوي، فدرسناه في سنة، وطول الوقت كانت الرواية دي في ذهني، ان هو الروايات الجميلة دي اللي ممكن تكون بعيدا عن قيمتها الأدبية مثيرة للمشاعر الفظيعة دي، فكنت عايزة أدور على أي بارقة أمل فيها. لكن إيه سبب توقف البروفات أكتر من مرة واعتذار بعض الفنانين ومنهم طارق صبري؟ توقفنا شوية حاجات ليها علاقة بالورق وليها علاقة بالتفاصيل. يعني كان من المفروض ان احنا نفتح يعني في شهر 2 تقريبا، كان هو ملتزم بمسلسل البيت الكبير وبيت السلايف في نفس التوقيت، فمواعيد التصوير دخلت في بعضها.